السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المتابعين، ورجعنا لكم بحلقة جديدة معاكم السفاح مستر عبقري. نحن اليوم بالحلقة الخامسة من سلسلة محجر الكبريت أو السيلفر كويري. يا رب تنبسطوا معنا اليوم يا جماعة. رح نعمل ريد، ليش؟ لأنه في عنا سيلفر كتير وبارود كتير، رحنا وشفنا بيس كتير حلوة، بنتوقع أنه فيها لوت أسطوري. خلوكم معي ويا رب يعجبكم الريد وتنبسطوا فيه كلياتكم. إذا مانك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس مشان توصلك حلقات السلسلة بشكل متتالي وتتابع وتنبسط فيها. وإذا مانك شايف الحلقات الماضية روح شوفها مشان تعرف شلون وصلنا لهون وشو عملنا وشو هذا السيلفر كويري وشو هي لعبة راست. وقبل ما نبدأ بأي شيء يا جماعة، سمعونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا سوا. طيب يا شباب، اول خطوه بالريد بنجي وبنجيب صواريخ سريعه فقط وبنحاول نشيل التورنتات الموجوده على السطوح. الريد من السطوح بيكون كتير حلو، ليش؟ لانك انت بتنزل من السطوح بتشيل التورنتات على السطوح، بتنزل من السطوح التورنتات اللي تحت بتكون حاميتك، فانت بتريد القلعه بنظريه التاوير. كيف اذا عم تاور كوسايه او باذنجانايه، تماما نفس الشيء. فانت بتهد القلعه سقوفه وبتنزل على غرفه التي سي وبتاخذ اللوت اللي بدك اياه وبترجع بتطير بالطياره وما حدا بيضايقك ابدا. بس شلت التورنتات من على السطوح بالهلي، بده شويه تركيز وبده واحد معلم بسوقه الهلي. هلا رح تشوفوا كيف رح نشيل التورنتات، بوقف الهلي بالسماء ورفيقي بضربهم حتى نشيلهم بشكل كامل، وبعدين بنبش على القلعه وبنسرقها من عند السطوح من اول تاوير. فيا رب تستمتعوا معي ويلا سوا كلياتنا نشوف شلون رح نشيل التورنتات. يب يا شباب، وبعد ما شلنا التورنتات على السطوح بنيجي ونحن واثقين من حالنا، القلعه محميه من تحت بالتورنتات، بننزل انا وصديق على السطوح وبنبلش ريد البيس بنظريه التاوير، يعني بنكسر السقوف هيك حتى نوصل للتي سي. فخلوكم معي ولنشوف شو اللي رح يصير. يب يا شباب، طالع انا وصديقي بي ام دبليو باتجاه الثلج. طبعا ليش رشحنا هاي البيس اللي بالثلج؟ لانه البيس اللي بالثلج بيكون بقلبها ريسورس كتير ونحن رأسنا ريسورس كتير. هاي هي القلعه رح نسرق ان شاء الله ونشوف شو بقلبها. فيا رب تنبسطوا معي بهي السرقه. البس انا الجاكيت، البس الجاكيت يا بي ام دبليو مشان ما تبرد. لبسه
طيب هلا احنا شو بنعمل قبل ما نبلش الريد؟ بنعاين القلعه، بنضرب عليها شوي، بنشوف صاحبها اونلاين ولا اوفلاين. اذا اونلاين بنحاول نضرب صواريخ ونهجم، اذا اوفلاين بنحاول نهجم فورا. القلعة كبيرة يا جماعة، ونحن رح نحاول نسرقها من خلال انه ندخل من خلال جراج دور مشان ما نضرب السقف. هاد السقف هاد بده 4 C4، بينما الجراج دور ب 2 C4 بنوصل تحت. شو رأيك يا BMW؟ اوكي جميل. بعدنا الطيارة شوي، قلشت الطيارة عم يقلي ما قلشت له؟ خلص بطيارة، انا بطيارة بطيارة عادي، انا شوفير مريخ. ها خلص بعدها هيك عن الجراج دور. شباب نحن بدال ما نضرب الارض رح نضرب الجراج دور هذا 2 C4 وفورا نبلش. جهز حالك، هاي اول C4. هوب 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 يا زلمه، بس وقالي 1 C4 شويه رصاص مفجر بلا ما نروح C4 ثاني. ومعه حق، امان. ول دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك يا اخي، لا تموت، اذا مت وين نجيبك هلا؟ اي خد قفر هون خلاص. والله انه الزلمه اللي عامل هي البيس يا شباب حبكها صح. من وين ضربك؟ من البوابه، من البوابه. اوكي هون في بابين حديد كمان بيوفروا علينا انه نحفر السقف. تعال تعال تفرج بي ام. ول شو هاد؟ اوكي في واحد عم يضرب علينا بالبولت من بعيد كانه. طيب هذا الباب 1 سي 4 هي البولت ولا في؟ لا يا الله، حاطط بولت بقلب التورنت. العمى دمي 13. انا متت انا متت انا متت. خليك خليك دقيقة شوي دقيقة شوي. العمى والله هذا بيسو، شوفوا بس شفتوا بيس مبنية مثل هيك عرفوا انه اللوت اللي بقلبه عن جد حلو، يعني صاحبه معلم. رح نشيل هدول البابين ورح اسرع شوي الفيديو كرمال ما تملوا معي. بي ام هلا عم يشيل الباب الاول، طبعا لان افضل طريقه انه نشيله بطريقه متفجر الباب حديد عادي. هلا راح نشيل الثاني. شيل الباب الثاني بي ام. حلو شال الباب الثاني بي ام، وهلا طلع لنا جراج دور والارضيه صارت هاي كواليتي، ويبدو انه احنا قربنا على الكور تبع الدي سي. رح نحاول نحفر الارض لانه ما لنا علاقه بالجراج دور، احنا بنوصل للكور مشان نحفر الارض. نظريه التأوير حكيت لكم عليها. يا ولاد تورنتات شباب، انت شلون ما مدينا راسنا؟ التورنتات عم تضربنا والله انه محريف. ارفع لك القبعة يا صاحب القلعة هي اللي عم نسرقها هلا. حسبي ربي جل الله. ايوه هذا سمعت البولت من بعيد. ياب شباب شوفوا هلا هذا كمان في كمان لازم نحفر الارض. بي ام لازم نحفر الارض. ها شايف الارض هلا اللي تحتنا؟ لازم نحفرها، كان لازم نجيب معنا ار اف نضرب السي 4 ونفجره. شو في عجب هون ورا الخزانه؟ في شباك. ما علينا، نحن حنضرب الارضيات ولا نضرب الحيط؟ لا لا لازم الارضيات. نحن هلا بالطابق الثالث، هو في تحتنا طابقين، فهذا السقف تحته. اوكي حلو انك شلتها. ايوه هون في لوت وفي بطاريات وفي اشياء وعملات. طيب شوف شايف الكور اللي انا واقف عليه هلا؟ هذا هو الكور، يعني يمكن تحته التي سي او يمكن تحته صناديق لوت. فاعتقد
انه لازم نضرب الكور اللي تحتنا او نضرب هاي. شوف شوف فينا طريقة تانية انه نشيل هاي البلور ونشيل بعد الجراج دور، شو رأيك؟ اوكي طب خلص خلينا نشيلها احسن ما نفجر الارضية بالسيفورات. رجع لك رجع، خلينا نشيل الحيط والارض والحيط الثاني سوا، بدنا 15 صاروخ معانا اكثر. بسم الله، ثواني انا هيك راح اتدمج كل مره بضرب فيها صاروخ. انت بعد لي انا راح اضرب الصاروخ واركض لعندك، هيك افضل اريح. استنى دمي حتى يفلل واسلخ صواريخ. انت اطلع قفرنا على السطوح يا زلمه. ايوه كفو اعطيني كمان. ايه خلاص حلو، ما تدمجت. فجرت هاي وفجر الجراج دور ورا جراج دور تاني، ما علينا. احنا مهمتنا انه نضرب الارضية. يب انا رح كمل، انا رح كمل على الهاي كواليتي اللي بالارض، بس احتمال الحديد اللي جنبه يفجر. يا ويلا فرط البيس فرط اقسم بالله. تحت فراش والله شكل التي سي هاي تحت الهاي كواليتي اللي هون، ما بعرف. حلو بقلبه هاد بولت معفن. اوه الفيول، اوه 3000 دهنة يا ويلا. كومبوننس بسيط، شوفي هون لوت، في صناديق لوت، في واحد مفجور هنا على حظي، هون في باب. نايس والله، نايس نايس نايس. شوف الدهنة بي ام، شوف الدهنة. على فكرة الدهنة لحالها بتساعدنا شي 7000 فيول، هذا صايد حيوانات الكرة الأرضية كلياتها. طب وينك طلع؟ أنا برأيي إنه نحط سي فور، نشيل الباب هاد، باب حديد عادي، هذا باب حديد عادي، أو نكمل لتحت. ايوه طلع لك قاطع، طفيت والله، طفيت التورنتات بالقاطع؟ ما طفيت، يبقى هذا القاطع يمكن للإضاءة، ما بعرف. ما ضل معي كثير صواريخ المشكلة. خليك انت، خليني اضرب انا هون بالزاوية. اوكي طار، ما جايبين معنا طلق متفجر. يا الله خاف ما يكون في شاتجان تراب. انزل بالله تفرجنا شو الترتيبة. نحن تحتنا الكور، تحتنا الكور، انا متأكد تحتنا الكور. لك 2x1 انزل بالله بي ام دبليو، رجل المهام الصعبة. هاي هاي التي سي هاي، خلينا ننزل لابواب. انزل يلا قوي قلبك، روح روح يا مجروح. كفو ما في شيء. اوكي جراج دور هذا 2 سي 4 بنشيله معلم. لا بلا نضرب عليه 2 سي 4، خلينا نضرب على الكور. روح انزل، خلينا ننزل على الكور، انا بتوقع حتطلع التي سي هنيك، الله اعلم. نشوف ثواني. حلو، بدها صاروخ، ترى بدها صاروخ او سي 4، تعال حط له سي 4 وخلصنا. يب هلا انهدت. شو طلع؟ لوت. والله توقعت التي سي انا. شو بيعني شو في عنده؟ شو في قلب اللوت مقفول؟ طيب هون شو في تحت؟ ايوه وصلنا لمحل الرسبنه، هي تخوت تحت. طب طلع، في عنا خيارين، اما نشيل الارضيه اللي واقفين عليها او ندخله من هون. طلع من هون من عند الصناديق هي ندخله، شو رايك انت؟ اوكي طيب ماشي يلا، خلينا نشيل الصناديق وندخله من هون. ولا بتعرف تعرف بي ام دقيقه شوي، هلا اذا ما طلعت هنيك التي سي ولا طلعت هون التي سي بالزاويتين، يبقى التي سي بالزاويه اللي تحت اللوت، انا متاكد يا اللي جنبك يا اللي جنبي بالزاويه المسكره. فانا برايي ندخل من طريق الجراج دور اللي طلعنا. تعال نشوف بس اللوت هون شو بقلبه. ايوه ليك 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 معلم، شفت قدام ما في تي سي، قدام ما في تي سي، ادوات كهربائيه للكبه يا زلمه، تكبه انت. قدام ما في تي سي، فالتي سي قطعا هنيك على اليسار. خلينا نطلع نشوف، طلع هون لانه في جراج دور فاصل، وقدام هنيك في خزانه، فالتي سي هنيك. طلع طلع لك، طلع قطعا التي سي معلم هون على يساري،
فلازم نشيل جراج دور اللي عندك ونحفر للتي سي. اخو نشوف اذا هن كومبوننتس هاتون. هلا ما رسم التي سي هون تحت، هاي تي سي تحت اللوت على اليمين هون. ايوه بالضبط عندك. هون صاروخ ضايل معي، ضايل معي 9 صواريخ، يعني بشيلوا باب هاي كواليتي وجراج دور. بس هاي جراج دور هي شلون بدنا نشيلها؟ هاي بدها سيفور، معي سيفورات. حلو تعرف، لا برايي نستخدم معها استراتيجيه الضرب من الزاويه، بضرب الجراج دور وانا فوق بالصاروخ، خلي السيفورات مشان الهاي كواليتي. طلع طلع لك، طلع طلع طلع، بضرب هون بالزاويه بصيبه بدمجه. بس بدك تبعد شوي، بعد شوي بي ام يا شباب. طلع بضرب هون بالزاويه، هون بضرب بالزاويه بدمج الجراج دور. بسم الله، هاي اول ضربة لازم 3. شوفين الدمج، اوه الدمج على الاخر. شوف شفت، تعلموا استراتيجيات الريد من مستر عبقري يا شباب. عملية سرقة القلعة الاسطورية، قلعة التلج لازم يكون انكسر. بسم الله شد انتراب. هذا باب التي سي، الله اعلم انه هاي كواليتي كمان. لا مو هاي كواليتي. طب وين باب التلج؟ لسه تحت طابق كأني. معقول نحن بالطابق الثالث؟ لازم يكون بالطابق الاول. هلا لازم هاد الكور، والله العظيم انه هاي البيس دخلتني بالحيط. ثواني شوي، خلينا نصفن فيها شوي. نحن هلا بالطابق الثالث، يعني هذا هو الطابق الثالث اللي قلبه. لا يا اخي دقيقه، هذا الكور لازم محل البيدات، محل السره. هذا الطابق الثاني، يبقى لازم ننزل لتحت. خلينا نشيل هالدورين هدول بالله، موت عجب من هو ولا ما بموت؟ رجع، خلينا نشيل ورجع. حلو، تعال نشوف. ايه نحن بالطابق الثاني لسه تحت الكور، هلا هاد تحتنا التي سي معلم. شوف البيدات بالطابق الثاني. يا رب ما في شوت جن تراب، ما في. تعال نشوف شو بقلبوا هذا الوت. ولا شيء. ايوه هلا تحتنا التي سي. الله معلم، رجع لي حرون، رجع عشان ما يطلع لنا هلا معلم يرسبر لنا ويشيل لنا لوت ويقعد يضرب فينا. فكره هذا حاطط هون الهامر مشان يفك الشباك وياخذ لوت اذا بده. والله انه تصميم البيس احترافي، حاطط هامر بكل محل مشان يفك ويطلع. شلون نطلع هلا من هون؟ يا سلام سلم، شلون ننط؟ شو هاي فتحت هون؟ روح تفرج شو فتح، روح. طيب راحوا البيدات، هلا تحتنا التي سي. ها طلع الضو، شايف هذا الضو؟ هذا الضو، هذا دليل انه هون تي سي، لانه هن عادة بيزينوا عند التي سي معلم. شلون بدنا نحفر هلا هاي؟ ايوه. يبدو انه بدنا صواريخ المعنى 4 صواريخ بس، فتو سي فور مستحيل تكفي. فراح ارجع على البيس جيب صواريخ واجي. شو رايك؟ يب بدك تستناني شوي.
يا شباب، بعد ما رجعت جبت صواريخ وجيت، هلا حنبلش حفر حتى يطلع لنا التي سي. رح اضرب بالزاوية هي ان شاء الله وننزل. بي ام بعد لي من هون، بالله رح اصيبك. يعني انا ما اعتقد التي سي تحت هي الفاونديشن. يعني غالبا تي سي هون، فراح اضرب هدول اثنين انا وشوف شو راح يطلع. خمسطعش صاروخ كفيلات. شو كسر؟ شو انكسر؟ ايوه انحفرت، انحفرت. طلع اللوت يا ربي. مسكرات هون، شوفي مسكر. طيب هي دمها لسه، لسه ضربت 7-8 صواريخ، لسه بدها كمان. اطلع لا لا، خليني نكمل ضرب، خليني نحفر حفر. اخ انت عصيد كانك. اضرب سيفورات والله بدها ترى. لا لا بلا سيفورات، لا لا. روح تخبى انت تحت، تخبى انت تحت وانا راح اضرب من فوق. ما في مجال، ما في مجال، خلاص نهدت البيس، ما في مجال تطلع. طلع هلا بنحفرها، بس خلينا نوصل التي سي. روح لقلك طلع، تخبى تحتي، تخبى تحتي. ايوه بالضبط. اذا تدمجت اللي ماشي بسم الله. ماني مخرطش. دمجت حدا على فكره، دمجت حدا، دمجتك لك. نايس والله. انتبه، وطي راسك يا اخي، انت وطي راسك. ايه لوت ماشي لحاله. يعني بدي انا باندج بصراحه اخذتهم. خليك خليك خليك، استنى خليك خليك يا اخي، لا تشوف اللوت يا ربي. شباب والله بتعرفوا بده باندجات الزلمه. لما الواحد بيكسر صندوق بيصير في عنده هيك، بحس انه جسمه عم يحكه، بس بده يشوف شو بالصندوق. انا هيك، انا هيك والله. طيب هذا كله عم يتدمج هون، رجع خلينا نكمل ضرب صواريخ. العب يا ربي. فرطت فرطت البيس، فرط. كان بده طلق متفجر يا زلمه، بس مو جايبين طلق متفجر. معك؟ لك نايس والله. اعطيه روح، اضرب طلق متفجر يا كبير. روح خيار التبلوتي يعني. نايس والله، فتح اللوت، فتح اللوت يا كبير. وين تي سي؟ تي سي على اليسار. بعد بعد خلينا نفجرهم بعد، كلهم مقفول بعرف، اكيد كلهم مقفول. يعني يمكن تي سي هنيك معلم هنيك، بس بعد بعد خلينا نفجر. يا ويلا يا ويلا. ايه اعطيه طلق متفجر خالصه. اعطيه 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 طلق متفجر. اسلخ اسلخ، اترك اللوت اترك اللوت لك، اسلخ يا اخي. يا رب طلع. اوف الجيرات، لا والله اوف الجيرات، نص جيرات بس بيض حلوين. اضرب تي سي لوت. وين تي سي؟ طيب وين تي سي؟ بي ام ما عم يفتح، كله مسكر. الله انه البيس مقفوله بطريقه كتير حلوه يا شباب. طيب طلع، يبقى التي سي معلم بالمكان. والله هذا اللوت اسطوري، ما احلاهم. بيض هون، خشب. لك ايه لك، هاي شكل التي سي ضربناها وما لنا خبر. تفشني تفشني تفشني. بعد بعد لك دقيقة دقيقة، رجع رجع بالله رجع، خلينا نحرق كل شيء هون. رجع يا ربي، شلون ما شفنا التي سي يا زلمة؟ تخبى خيو، تخبى بعد كسر السنة دي هي كل اللي تحتك. بعد من طالع اللوت، والله لنطالعه كله، طول بالك بس. ها ولعت يا كبير، الحريقة تحرق البيت. استنى استنى تطفي، استنى تطفي. قرأت انا، شوفها بالله اللي بالزاوية عندك، مو هي التي سي؟ بعد بعد. اوعى 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 اوعى، بحترق. هي التي سي يا زلمة، كسرنا التي سي عن حظي، ونحن ما لنا خبر. لو ليش لو ما شفناها؟ وصح حاط التوابيت يعني، بس يعني كان لازم نشوفها. هذا الصندوق فاضي فاضي، خشب. اوه لك الدهنة، 4000 دهنة يا الله. قديش عنده هذا؟ لو جريد فيول
غنينا لاخر السيرفر باللو جريد فيول معلم. نايس والله نايس. لازم نكمل الريد، رجع له الاخير نشيل هالباب شوف شو وراه. لازم يكون في الورك بنش، ولازم يكون في تحت الورك بنش شو صواريخ وسيف. شلت الباب، هاي الورك بنش شات جان تراب، دير بالك لا تنزل دقيقه. شوف شوف الصندوق، شفت الصندوق تحت الورك بنش، نزل بجيب منه السيفورات والصواريخ، نزل بسرعه بسرعه. ليك فرشاتهم الحلوين هون. لا لوت بيض هون. ليك نايم هون هذا. حلو 9000 تقريبا سلفر وفحم. نايس. هذا الدور دروب عليه والله، دروب عليه. هذا الدور، هذا دمه 30 دروب. عم يحترق، في شيء عم يحترق. حلو. شفت شو اسمه والله اللاعب؟ افران. اوكي بحياتنا ما شفناه وما قريب منه اصلا، بعيد كثير عن البيس تبعيتنا. في لوت تحت. كله مقفول، كله مقفول يا زلمه. طب سواء شفت يمكن جاك هامر ولا شفت شي شغله؟ لك في سلالم هون. هلا صندوق الورك بنش. طبيات. اوه 2C4 83 اكسبلوسيف و8 طلقات متفجرات. حلوين حلوين. طب دقيقة، يبقى الصندوق تحت التي سي شو بقلبه؟ شو؟ اكل؟ طب هداك اللي فوق مقفول. ايوه هاي كبسة التورنتات يمكن. ما طفوا. لا يا الله طلع. شوف لوتون حلو وما حلو، يعني في عندهم اشياء الدهون اللي عندهم كتير حلوه بصراحه. اوه لك شكل. افتح 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 صندوق الاكل. يبقى هون شوفي. هذا الصندوق الاسطوري اكل. اوكي نايس نايس. شوف هاي الورك بنش، هلا بنفكها بنروح نبيع معلم سوق النخاسه بتجيب لنا 1000 سكراب. وين الكاونتر؟ على فكرة شباب مثل ما حكيت لكم تورنتات اللي حوالي البيس حاميتنا. بيكاكسات. اوه بيكاكسات. لوت بيض. التورنتات اللي حوالي البيس حاميتنا كتير، يعني لما نريد ما فينا حدا، اي حدا ينط على البيس او يجينا كاونتر. طيب الكومبوننس حلوة، خلينا نبلش نقل اللوت، ناخذ الكومبوننس معلم، ناخذ المهم المهم ونرجع ونروح ونعمل نقلات بالطيارة. طبعا شباب ما بحسن نحط تي سي، بحسن نسكر حالنا البيس لانه في عنده تي سيات برا، فهذا الشيء صعب. الله هون في لوت لسه هون، ما بعرف شو نساي فيه. المهم فرح نروح ان شاء الله وننقل اللوت بالطيارة، ناخذ اللوت كله كله كله، هذا كله كله نشيله. كسرت الاي كي تبعيتي. هون كان في اي كي. وين الاي كي؟ كان في اي كي، شفت في اي كي انا. اوف هذا صندوق طلع. شباب هذا صايد حيوانات كتير، يعني عنده بتعرفوا طلع عنده كشي 10000 دهنة. يا اخي كان في اي كي، وين كان في اي كي؟ شفت اي كي انا. وين الاي كي؟ حاش تضرب يستر عليك. وين الاي كي؟ بدي اي كي يا اخي، ما معي اي كي. لوت بيض انت شايلها. طب احكي يا اخي. ايوه شلون بدنا نشوف اللوت هلا هون يا مدير؟ ما بنحسب، بدنا نشيل هاي كلها. اضبط الاي كي ورجعنا صار معنا اي كي وثلجيه. يا سلام شلي الهولو، ما بعرف العب الهولو انا. طب اسمع قوم خلينا خلاص انتهى، طلع اللوت كله، خلينا نقول اللوت المهم من غرفه التي سي ونرجع نعملنا كم نقله، وبهذا بنكون ريدنا البيس بشكل كامل. ونايس والله جي جي، كان ريد حلو واسطوري وهادئ، كان ريد هادئ جدا بصراحه.
نقي الأشياء المهمة حطها معك وأروح. لك ما فكينا لنا فرشاتهم يا زلمة. شيل الفرشات شيل. منيح ما حدا رسما شال سلاح وعطانا معلم. كانوا شالونا شلت الهي الحلوين. ياب شباب، بعد ما اخذنا اللوت اللازم رح نروح ونودي نقل البيس تبعنا ونرجع مرة تانية كرمال ناخذ اللوت التاني. يا الله التورنتات اللي عنده، والله العظيم فنان الزلمة هذا، حاطط تورنتات بطريقة فنية رهيبة. شلون ما مشيت طقك طلع، شلون ما مشيت بالبيس بطقك، مع نحن شلنا التورنتات العسطوحة. طلع لألا الى البيس. ياب شباب وصلنا عند محجر الكبريت او السيلفر كوير، نشوف البيس شلون صار شكلها. صارت بالليفل قبل الماكس بشوي، باقي لها شوي بتصير ماكس ان شاء الله. عم بشتغل عليها بهدوء وبطورها شوي شوي لانه ما عندنا موارد كثير، فعم نريد ونسرق ونطور حالنا. ياب فوت حط اللوت، وانا رح فوت حط اللوت معك. ياب شباب ما رح مللكم كتير بعملية نقل اللوت، لأنه رح نروح ونجي بالطيارة أكثر من 5-6 مرات كرمال ننقل اللوت كلياته، والبيس شوي بعيدة عنا، سرقناها وخلصناها وريدناها بشكل كامل. وهذا اللوت كتير رح يدعمنا هلأ بأنه نقوي البيس تبعنا ونقوي محجر الكبريت ونحاول نسيطر عليه بطريقة أحلى. فيا شباب ما رح طول عليكم، لهون بكون وصلنا لنهاية الحلقة. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الريد الخفيف اللطيف النظيف، وهلا رح نروح ونكمل انا وصديقي نقل اللوت ان شاء الله. اذا مانك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كرمال توصلك الحلقات كلياتها كالعادة. يا جماعة بالله عليك زر الاشتراك ما بيعمل لك شيء، وبعدها بيطلع لك جرس، كبوس على الجرس وحط كل الاشعارات، وهيك انت بتكون عم تدعمني بشكل كتير كبير. ليش؟ لان كل ما نزل حلقة رح يوصلك اشعار انه مستر عبقري نزل حلقة جديدة، فانت بتدخل بتشوفها او بتخلي الاشعار لبعدين وبتشوفها بعدين. ولا تنسى تحط لي لايك اذا عجبك الفيديو، واذا ما عجبك الفيديو او عندك اي ملاحظة انزل اكتب لي اياها بالتعليقات، واذا حابب تتواصل معي او تحكي معي حكيني على التعليقات، علق انا برد على كل التعليقات وبدردش مع الشباب حتى احيانا على التعليقات. فيب يا شباب ان شاء الله يكون عجبكم هذا الريد، والى اللقاء في حلقة قادمة من مستر عبقري. يلا سلام.